فما برشا حاجات نجمو نعملوهم باش نزيدو في القوة والطاقة متاعنا، وهذا اللي يبحث عليه برشا أبطال، وخاصة اللي يترناو بعد ما يكملوا نهار متاع ستريس وخدمة ويحبوا يختموا نهارهم بحصة رياضية ممتازة، لكن ما يلقاوش رواحهم في المستوى اللي هما عاشتهم به. شنو الحاجات اللي نجمو نعملوهم باش نرفعوا التحفيز والقوة متاعنا؟ هذا اللي باش نشوفوه في الفيديو متاع اليوم. نوليدج عطاير كامين أب. السلام عليكم أبطال، أني المراد معاكم وانتم تتفرجوا في حلقة جديدة من نولج عطاير. في السيرية دي نعطيكم معلومات خفيفة بسيطة كي عطاير بسيطة على الاخر، أي واحد نجم يفهمها، أي واحد نجم يتبقى في حياته العملية. كان أول مرة تتفرج فينا ما تنساش باش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، هذا مهم برشا باش يوصلك إشعار أول ما تهبط فيديو جديدة، وكيكا ما تراتيش الفيديوهات متاعنا. نتصور برشا فيكم يحط ساقه في الصالة إلا ما يكلم صديقه البطل ولا صديقته البطلة، ولا يلموا بعضهم كي في جروب كي في شلة ويزدوا على الصالة يقول باش يعملوا صبر. في معظم الاحيان يعملوا صوتوا فعلا، لانه يجبدوا الناشف تاعهم كله يفرشوهم على الماكينات ويزرفيهم، والماكينه اللي تكلموا عليها تقول له صاحبي مازلت نجم نخدم هنا، مازالوا 10 سيريات، اوكي مش لازم يخدموا معاكم انا مروحين. مش هذا الموضوع متاعنا، شنو هو وراء الحكايه هذه؟ الحقيقه حبيت نبرمج حكايه ونشوف شويه دراسات هل فما مقارنات صارت او لا. لقيت المقارنات هذه والحكايه الحقيقه طلعت اعمق برشا، الحكايه ماهيش حكايه انطباعيه وعلى الجو كي ويجي نشيخ وفادلكم بعضنا، الحكايه اعمق برشا لانه لقاو فما تاثير مباشر على السترينغث بتاعك كي تترانا وحدك كي حالتي انا، مقارنه بانك تترانا مع شريك او في وسط مجموعه. الحاصل في الدراسة هذه جابوا مجموعة وقالوا باش نخدموكم بنش بريس، ثلاثة سيريات بنش بريس للإرهاق التام، مين ما عادش فيه؟ جروب يكحلوا عليهم، ولهنا نحب نركز بلاش عيات، يغزروا لهم وكاهو. سايلنس. The only thing you'll be drinking is my boot. If you don't get back on that machine, you no good pansy. I don't believe the gold package said anything about rudeness. No! الجروب الاخر يترنى وحدهم، تحسهم محقورين شويه. النتيجه بتاع الدراسه دي عطات اللي جماعه اللي مركزين معاهم وقاعدين يغزروا لهم عملوا اكثر تكرار ورفعوا اكثر اوزان في الاجمال. يا سيدي بالك شي صدفه كي وجات بالزهر الامور. خلينا نزيدوا نشوفوا دراسه اخرى ونزيدوا نتاكدوا من الحكايه هذه. فما دراسه اخرى تعملت بين رجال ونساء وحبوا يشوفوا مقارنه كي تبدا تترنى ويغزروا لك زوز من الجنس الاخر. هاو صحيح، اعطينا الصحيح. فما الجروب هذا باش يغزروا لك زوز من الجنس الاخر، كي ترناو نساء كيف كيف فما زوز رجال يغزروا لهم، والجروب الاخر يترناو عادي ما يغزرهم حتى حد، محقورين كالعاده. لهنا قالوا باش نعملوا وان ريب ماكس من ليج بريس والبنش بريس. النتيجه شنو تعطينا يا ابطال؟ البنات اللي قاعدوا يغزروا لهم زوز من الجنس الاخر زادوا 1.5 كيلو في البنش بريس، وزادوا 4.1 كيلو في الليج بريس. والرجال من الناحية الأخرى اللي قاعدوا يغزروا مزوز من الجنس الآخر زادوا 1.9 كيلو في البنش بريس، وزادوا في الليج بريس 8.5 كيلو كاملين. يظهر لي هكا الأمور ولات واضحة وعندنا إثبات علمي نجموا نرتكزوا عليه، إنه الحكاية هذه عندها تأثير مباشر. يكون فما شكون قاعد يغزر لك هكا ومركز معاك، فما تأثير مباشر على القوة متاعك، وما تغطيوش عين الشمس بالغربال خاصة كي يكون من الجنس الآخر. توا تنجموا تفهموا علاش التغييرات اللي تصير في الصالة هذيك كي يكون هكا الصالة مخلطة شوية حمص وزبيب. بالله أبطال ما تنساوش تخلي لي في التعليق هل قاعدين تترنوا وحدكم ولا فما شكون قاعد يترنى معاكم؟ حبيت نعرف هكا فما شكون قاعد يشاركني نفس الإحساس اللي أنا قاعد نترنى وحدي أو لا. ما تنساوش تخلي لي كومنتات بتاعكم تقولوا لي كيفاش قاعدين تترنوا. يعني لنا الاختيار إنه يكون معاك شريك في الحصة متاعك نجم يكون وسيلة فعالة باش تدفعوا بعضكم ويكون التحفيز متبادل نحو نتيجة أفضل، وخاصة اختيارك للشريك هذا يكون بطريقة مدروسة جدا جدا. اي خطر في بعض الأحيان تنجم تكون تترنى مع شخص آخر ويدفعك للوراء ويكون هذا عنده نتيجة سلبية. اللي حبيت نقوله يا أبطال ما يلزمش الحكاية دي تولي وسيلة أو سبة تبعد بها على التمارين والاجتهاد وحدك. الحكاية في الأخر تقعد تحدي بينك أنت وأنت. هكا نكونوا كمان الفيديو نتاع اليوم يا ابطال، كان عجبتك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وخاصه ابعث الفيديو هذيا للبطل او البطله اللي تترنى معاك، بارتاجي مع الفيديو هذيا وتفكروا لي مومون الميزانيين يتعديهم في السنه وبعضكم. انا بقى لي كان نقولكم I see you next time يا ابطال، وخاصه ما نغطيوش الشمس العين، الشمس العين اللي الناس الكل ما غنيوش غني يا معلم، وما نغطيوش تعرف هذيا معجزه، ما نغطيوش عين الشمس بالغربال وليت نغلط فيها.